نبقى في الموضوع. ومن سخنين تنضم إلينا مراسلة الغد إيمان جبور. إيمان، تقليديا وفي كل عام هناك مسيرتان تقليديتان في دير حنة وفي سخنين، لكن المسيرة المركزية كانت اليوم في عرابة، وكنت أنت أيضا صباح اليوم في عرابة، فكيف بدت الأجواء اليوم في ذكرى يوم الأرض؟ نعم، بالفعل انتهت قبل نحو ساعة، انتهت فعاليات يوم الأرض. في الحقيقة كانت هناك مسيرات ثلاث انطلقت، إحداها من مدينة سخنين، الثانية من مدينة عرابة، والثالثة من قرية دير حنة. وهذه البلدات تعرف بمثلث يوم الأرض، هي البلدات التي انتفضت عام 76 في حدث مفصلي عرف حتى اليوم علاقة الأقلية الفلسطينية بالداخل مع المؤسسة الإسرائيلية الرسمية. طبعا الاحتجاج كان رفضا لمصادرة أكثر من 20,000 دونم من الأراضي التابعة لهذه البلدات الثلاث. المسيرات الثلاث اليوم التحمت في مهرجان واحد، مهرجان خطابي، مهرجان مركزي في مدينة عرابة المجاورة لنا هنا، وقد شارك بها الآلاف. ورأينا بأن هناك كانت ثلاث رسائل أو ثلاث قضايا حاضرة على جدول أعمال المنظمين فعاليات اليوم. أولها الوحدة بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل داخل الخط الأخضر، ربما بسبب الانتخابات الأخيرة التي شهدنا فيها فرقة بين التيارات السياسية المختلفة، خاصة ما بين القائمة المشتركة والحركة الإسلامية الجنوبية، وكانت هنالك طبعا مناكفات طوال الدعاية الانتخابية لهذه الأحزاب. القضية الثانية التي كانت على جدول الأعمال هي التأكيد بأن القضية الفلسطينية أو قضية الفلسطينيين داخل إسرائيل هي قضية هوية جمعية، وهي ليست فقط قضية حقوق لمواطنين أو حقوق فردية لمواطنين، بل هي حقوق جمعية بوصف الفلسطينيين أقلية قومية. أما القضية الثالثة فهي ربما الأهم، بأن إحياء هذا اليوم هو ليس مجرد استحضار هذه الذكرى أو استحضار رمزيتها، بل هو إشارة إلى استمرار المواجهات ما بين الأقلية الفلسطينية وما بين السلطات الإسرائيلية، خاصة وأن المؤسسات الإسرائيلية لا زالت تتبع نفس نهج يوم الأرض، بمعنى العنف ضد المواطنين العرب، قمع الاحتجاجات، وطبعا الأمر الأهم هو مصادرة الأراضي. والنهج الذي تتبعه إسرائيل منذ سنوات هو عمليا الحصول على أكبر كمية من الموارد والأراضي، ولكن التخلص على أكثر ما يمكن من أعداد من الفلسطينيين. والدليل على ذلك بأن اليوم فقط 3% من الأراضي في الداخل الفلسطيني تتبع البلدات العربية، بينما كل باقي الأراضي هي أراضي استولت عليها الدولة أو صدرتها. إيمان، أيضا يعني هذه الرسائل التي أشرت إليها لا يمكن أن نفصلها بحال من الأحوال عن رسائل ربما أخرى للداخل الفلسطيني. فمثلا لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل تحدثت عن أن هذا اليوم لابد أن يكون فرصة لمسألة لم الشمل الداخلي الفلسطيني، وأيضا إعادة الوحدة الوطنية. فكيف كان هذا المسار موجودا بين الجماهير اليوم؟ نعم، هذه كانت في الحقيقة رسالة رئيسية كما أشرنا، بسبب ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من فرقة ما بين الأحزاب العربية. ولكن يوم الأرض من المفترض أن يكون يوما يوحد الجميع، خاصة بسبب سقوط شهداء واعتقال طبعا عام 76 اعتقال المئات. وهنا التأكيد بأن التناقض ليس ما بين التيارات العربية الحزبية العربية مهما كان انتماؤها الفكري والسياسي والديني، بل إن التناقض الرئيسي هو التناقض القائم ما بين الأقلية العربية وما بين السلطات الإسرائيلية. وربما حتى رغم الدعوة لهذه الوحدة، ربما كانت هنالك رسالة وجهت للحركة الإسلامية الجنوبية اليوم بأن هذا الصراع ما لا يزال مستمرا، وبأن الصراع هو ما بيننا كأقلية جمعية، ولن يفيد أي تودد لليمين الإسرائيلي للحصول على بعض الفتات أو بعض الحقوق الفردية، لأن يعني هناك
هنالك أفراد هنا في الداخل الفلسطيني يعني يعملون ويعيشون بطريقة جيدة، ولكن مشكلتنا هي مشكلة جمعية، هي مشكلة الاستيلاء على الموارد، الاستيلاء على الأراضي، السيادة على المكان والتضييق على الحريات. نعم، شكرا جزيلا من مدينة سخنين مراسلة الغد إيمان جبور.